إعلان غريب فوجئ بيه طلاب قسم جرافيك بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، متعلق على مبنى إدارة الكلية مكتوب عليه ممنوع منعا باتا ارتداء البنطلونات الجينز المقطعة اللي بيها فتحات. الدكتور أحمد حسين وكيل الكلية قال إن حالات التحرش المتكررة مع الطالبات خارج أبواب الجامعة والملابس غير اللائقة بالحرم الجامعي هي السبب وراء الإعلان، وإنه لا يليق إن الطالبة تلبس هدوم مقطعة من على الفخذة أو هوت شورت وهي بتتحرك وتنحني أمام الجميع. دكتور صلاح، يمكن قرار غريب شوية وطريقته، يعني إحنا هنحاسب البنت ولا هنحاسب الشاب اللي معاها في الجامعة؟ تهذيب الأخلاق أفضل ولا إعلان زي ده أفضل؟ لا، هو بالتأكيد طبعا التأسيس في الموضوع ده هو تهذيب الأخلاق ويعني إعلاء المثل وتأكيد النواحي التربوية، إنما في نفس الوقت إحنا كنا زمان حتى يعني في المدارس وفي الجامعة كان لينا فورم كده يكاد يكون يبقى الواحد هو رايح الجامعة. معلش، هما بيتكلموا على الهوت شورت، زمان كان فيه ميني وميكرو. لا، ميني وميكرو بس ما كانش فيه انحدار أخلاقي وثقافي وفني بالشكل اللي إحنا عايشينه ده. فمسألة تهذيب الأخلاق على فكرة، يعني الجامعة لن ينصلح حالها بقرار تربوي من رئيس الجامعة، إنما الجامعة ينصلح حالها لما ينصلح حال الناس في إطار مشروع قومي ثقافي تعليمي نعيد بيه بناء مصر واستدعاء مصر الماضي. مصر اللي حضرتك بتقول عليها كان من جيب ماشي في الشارع وما فيش حد ولا تحرش ولا حاجة. احنا سمعنا التحرش دوت مش قبل ما نسمعه في الشارع، شفناه في السينما وشفناه في التلفزيون وشفنا ظواهر على فكرة بقت أطفال صغيرة بتقلد بعض أفلام بعض المنتجين اللي مش عارف ماسك سكينة واللي ماسك إيه واللي ماسك إيه. القيم إصلاحها ليس بالجامعة فقط، القيم إصلاحها بالمجتمع ككل. لازم نصلح المجتمع، هتلاقي الجامعة كويسة والنادي كويس ومركز الشباب كويس، كل شيء كويس. بالفعل دكتور صلاح، هي أزمة أخلاق صحيح قبل أي شيء.